Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Icut Family. Di video ini kami tampilkan acara Khataman Al-Quran Ananda Oci di Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Selamat menyaksikan. فإن مع العسر يسرا
الله أكبر.
Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wa la وما تفرق الذين
ليروا أعمالهم
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به إن الإنسان لربه لكنود وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكبر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا ينبذن في
صلاتهم ساهون الذين
dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa'adainaka al-kawthar. Fasalli rabbika wanhar. Allahu Akbar walillahil
إياك نعبد وإياك
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم قولوا بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا ما لا طاقة لنا
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والبركة والسلامة والعافية والمغفرة على هذا البيت خاصة ومن مسلمين عمه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركات ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعفو عنا يا كريم واعفو عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا
بخلة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار تترا وعجابا وإلى الخيرات كليا دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزاره ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في درك وجهلك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وتمت كلمة الله barang gaso berarti
tenebasan, tenebasan aku neraka. Tenebasan, tenebasan aku neraka. Pantas lalu, pantas lalu jabat titik. Pantas lari, pantas lari berkilat fajar. Pantas lari, pantas lari berkilat fajar. Saya mohon doa restu untuk menikah dengan calon suami pilihan Ananda. Ibu, terima kasih atas semua pengorbanan dan semua hal yang telah ibu lakukan, yang telah membesarkan Ananda tanpa didampingi oleh ayahanda dengan syarat penuh kasih sayang, tidak pernah mengenal lelah, letih dan sakit sejak Ananda berada dalam kandungan bunda hingga Ananda dilahirkan dengan perjuangan yang amat berat. Mulai dari belajar berjalan tertatih-tatih sampai Ananda dewasa hingga menjadi seorang istri. Ibunda, terima kasih juga telah merawat Ananda menjadi seperti sekarang ini. Maaf bila selama ini Ananda belum bisa menjadi anak yang berbakti dan patuh. Maka saat ini Ananda bersimpuh di pangkuanmu sebagai tanda bakti atas segala pengorbananmu yang sangat mulia. Tidak sanggup Ananda membalas jasa-jasamu. Sungguh berapapun besarnya bakti Ananda kepada ibunda dan ayahanda yang telah tiada, tidak akan pernah tertutupi dan terbalas terhadap kasih sayang yang telah ibunda persembahkan kepada Ananda. Jika kelak Ananda sudah bersuami, tentu saja bakti Ananda kepada ibunda akan terbagi. Walaupun begitu, mohon tegur dan nasihat ketika Ananda salah langkah dan jalan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, demikian video kita kali ini pada acara khataman Al-Quran. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Ananda untuk mengarungi dan membangun rumah tangga yang harmonis dan taat pada kebaikan hingga mencapai ridhanya dengan pendamping Ananda yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi jodoh terbaik Ananda. Tiada kata yang pantas terucap selain puji syukur kepadanya semata. Semoga Ananda bersama suami Ananda kelak tetap berada dalam petunjuk Allah. Bimbingan dan nasihat serta doa restu dari ibunda tercinta, walaupun tanpa didampingi ayahanda, senantiasa Ananda dambakan agar menjadi keluarga sakinah